ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم وجولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات، زي توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ، وتسجيل محافظة قنا صفر إصابات بكورونا لليوم الخامس على التوالي، وأخبار تانية من بني سويف والشرقية ودمياط. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. نبدأ من بني سويف. الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعلن إن إجمالي قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق مشروعك وصل ل 165 مشروع بقيمة تمويل بلغت 23 مليون و799 ألف، ووفرت 215 فرصة عمل. في دمياط قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة إن إدارة الرعاية الأساسية استطاعت تقديم خدمتها ل 466 ألف مواطن على مستوى محافظة دمياط خلال الربع الأول من 2022، وده عن طريق المراكز الطبية والوحدات الصحية المنتشرة في ربوع المحافظة. في الشرقية قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 344,108 رأس ماشية. في كفر الشيخ تم توزيع 6000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في 50 قرية بكفر الشيخ، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في قنا أعلن الدكتور راجي توادرس وكيل وزارة الصحة إن المحافظة سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا، ولم تسجل أي إصابات من 5 أيام، والمستشفيات أصبحت خالية من المصابين بالفيروس بعد أن تم تلقيح المواطنين ضد الفيروس، وده اللي ساعد بشكل كبير في تجاوز الأزمة.